Нас тоже снимите. Привет! Здравствуйте! ليش خبيتي وليد المنكر؟ خبيتوش. وليد جاب لنا منكر. جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا أول فيديو عملناه أنا ووليد عن الحياة والمعيشة في بيلاروسيا، والفيديو الثاني راح يكون عن إيش؟ عن الحياة والمعيشة في بيلاروسيا. تحياتي. بس الفرق بينهم سنة، كانت في شهر رمضان السنة الماضية، والآن بعد 10 أيام راح يكون شهر رمضان. تقبل الله منكم ومنا صالحنا. يلا خلينا نشوف هذا الفيديو رقم 2 بعد سنة. وهيك بنكون خلصنا نموذج من الخضروات، والآن نروح على قسم اللحمة وما أدراك ما اللحمة. طبعا أسعار الخضروات في هذه الفترة غالي جدا جدا جدا، فالآن نشوف اللحوم، قسم اللحوم، ونشوف الأسعار وغير الأسعار. وهذا الخبز وما أدراك ما الخبز، في على يمينك يسارك الأجبان، وهنا الأجبان. طبعا في أجبان جميلة وحلوة ولذيذة. هاي هنا حلال، هات نشوف عندهم الحلال هذا كم. بس ما في عندهم لحم صافي. كشوي عندك هذا الزبير. حلال حلال. 37 روبيه. جبنا لحمة خروف تقريبا كيلو و 800 جرام. لحم صافي على كلامهم. بعدين بنشوفها. طلع علينا ب 37 روبل اللي هو تقريبا 19 دولار. أو 18 دولار ونص، حاجة زي كده، صح يا وليد؟ وتيتا بوجد نزوات مايسكي ميودم. مايسكي ميودم، هذا مايسكي ميودم. هذا مايسكي ميودم. هاي دي؟ هاي دي وجه جوت رزنا ترابيا. بقول لك سبب اللون الأشهر اللي فيه الزهور يعني. شهر 5. هذا بماي. شكرا يا حجي. وتيتا إيمنا بيرغي ميدار. بطوم يدوت وناس وتاكي بولي تيومني. هذا 5 روبل. انت سكوت 6 روبل؟ 6 هذا 6 روبل يعني 3 دولار. وام ريكلامو ديالهم بيس باكو. اه، هذا хорошо. Я люблю. Так, пакет дать вам? Нет, не надо. А вы нас не помните, а мы вас помним. Я одна. Ну да, нас много. Правильно. Ну это правда, год назад.
год назад, вот видите, если бы вы чаще приезжали. Не, мы с другого города просто приехали. Спасибо. Ну ладно, нормально. شوف يا وليد انت والمستمعين الكرام خلاصة الموضوع حسب وجهة نظري انا انه السوق العادي لانه كل بقول لك السوق العادي ارخص او كذا حسب ما انا شايف يعني وانت شو شايف انا بالنسبة لي شايف الاسعار تقريبا نفس الشيء عندك الاختلاف بسيط وينو حمص حمص عربي اللي بيحب الحمص اهل الشام الكرام هنا بالكاميرا وسكرينك 3 ربع طيب يا شباب هيك بنكون خلصنا نموذج الشراء لهذا اليوم وقارنوا طبعا انا بالنسبه لي شايفه غالي جدا بس باش سنيمت привет здравствуйте هذا للبيلاروس روحهم حلوه قال لو بيقولوا لي تعال صورنا وقالوا مرحبا شفت بعدين ضحكوا هم لا محترمين جماعة محترمين جماعة حولنا مصري يا عم بص المهم يا عم خلينا نروح أول شيء خلينا نطلع من هنا يا شباب خلاصة الموضوع طبعا بلاش نظلين نلت ونحجب خلاصة الموضوع أنه أنا بالنسبة لشايف الأسعار تقريبا نفس الشيء بينها وبين السوبر ماركتات ممكن الجو هنا الجو جو إيش؟ جو يعني التواصل نعم ايوه طب انت عايز ايه دلوقتي لا يعني مو زي السوبر ماركت تاخذ انت وهذا هنا تتواصل معها تسالها تستفسر تسال من وينها اي ممكن هنا هذا الحاجه الوحيد الفرق انه بالسوبر ماركت انت تشتري الشغله جاهزه وبتظلك طالع تقدر انك لما تشتري تخفض لك تنزل لك بالسعر تعليق وليد هنا بقول لك ممكن الواحد يسوي لك تخفيضات وما تخفيضات بس مش بالضروره يعني حسب اللي بتشتري من عندك ما بدنا بهارات بدك بهارات فلفل اسود بس خلي وليد يجيب الفلفل الاسود ونشوف كم سعره المهم مثل ما حكينا الاسعار تقريبا نفس السوبر ماركت مع فرق بسيط فرق بسيط جدا هاي البهارات هذه نجرب البهارات يلا يا وليد شو اللي اسمه بيبت شوني شوني здравствуйте وهيك من بكون وصلنا البيت ونشوف الأشياء اللي جبناها ونحاول نقارن الأسعار بالأسعار اللي عندكم ونقولكم كم عندنا تقريبا عملنا جرد حساب تقريبا الأشياء اللي جبناها اللي هي البندورة والخيار والبصل والبطاطا والنعناع واللحمة الخروف والعسل والحمص والفلفل الأسود كلهم طلعوا كم يا وليد؟ حدود 77 77 روبل هذا بالدولار لو قسمنا على 2 كم بيطلع بالدولار يا وليد؟ 38 دولار تقريبا طبعا كلفتنا تقريبا بحدود 38 دولار لا تنسوا انه كيلة الخروف او لحمة الخروف 2 كيلو تقريبا طلعت او كيلو 800 جرام قارنوا هاي الاسعار بالاسعار في البلد عندكم واكتبوا لنا في التعليقات هل بيلاروسيا غالية ولا رخيصة لأنه أكثر سؤال يسألوني هل بيلاروسيا غالية أو رخيصة فأنا ما أقدر أحكم أو ما بقدر أحكم على البلد اللي أنت عايش فيه أنا جبت لك مثال بالأسعار الموجودة عندنا بالسوق العام طبعا في سوبر ماركتات كنا عاملين فيديو قديم والشباب حكوا لي لا أنت جبت أغلى الأسعار وكذا فإحنا اليوم جبنا من السوق الكامروفسكي اللي هو معظم الأجانب بيعرفوه اللي هو في العاصمة البيلاروسية مينسك الولد هذا بدي قبل رمضان دخلين اسمه استغفر الله منكر بدي اشتري ولد هذا ايه هادي يا مؤمن وليد قاعد تشتري منكر لا حول ولا قوة الا بالله وليد لا لا بز لا الى يا اخي العلب لحالة تجيب الشبهة بز كدود ليموناد بز الكربون ماتي منكر يا وليد استغفر الله شوف شوف المنكر الله صرت مدمن عليه بالايام الاخيره مدمن عليه بالايام الاخيره مدمن على المنكر وليد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا بص ما
ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد خلفنا من الساعة 3. كم الساعة الآن؟ والله ما أدري، بس كم ما توقف الفيديو؟ كم مبلغها؟ ما أعرف، لو بيحسب الوقت هو. حطينا السيارة موقف، ما فيش ولا بيع لي موقف ولا بيع لي موقف، والله ما أدري وجود هناك علامة. هذا كله من وراء المنكر تبعك، هذا المخالفة جتني يا وليد من وراء المنكر تبعك. أصلا تعيدها ثاني مرة وليد، اشرح للناس بلاش بعدين يصدقوا يقول لك والله هذا منكر. شو هذا يا وليد؟ ليمونادة. للي بيعرف يقرا روسي، بيز الكاغولني كازيروني نبيتكس اراماتم ليمونا، يعني بالعربي منكر. وهذا كان موضوعنا لهذا اليوم. اللي عنده اي استفسار، اي اقتراح، اي موضوع حاب نحكي فيه المره الجايه، يكتب لنا اياه في التعليقات. وما تنسوا الاشتراك بالقناه، لايك لايك اوكي، ولايك اللي هو اعجاب صح، وشير اللي هو مشاركه، وش كمان في كمان شغله بقوله، كومنت وكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله. قبل ما انسى، هذا رقم الواتساب للي بده عنده اي سؤال او استفسار عن بيلاروسيا، رقم الواتساب ممكن تتواصل معي في اي وقت، احتمال انا مرات اطول فعذرا مقدما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت شكلك جبت بس وجهي.